ومجد الرب أشرق عليه. إنه أيقونة الكرسي البطريركي وعميد الكنيسة المارونية وعماد الوطن، هكذا رثاه غبطة أبينا السيد البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. ونحن اليوم أبناء نيابة الجبة البطريركية نلتئم جميعاً في هذا الصرح العظيم لنحتفل بالقداس الإلهي لراحة نفس المثلث الرحمة أبينا البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير. يرئس هذا الاحتفال سيادة المطران جوزيف نفاع السامي الاحترام، النائب البطريرك العام على منطقة الجبي، ويعاونه كهنة نيابة الجب البطريركية. تخدم هذا الاحتفال جوقة قديشة بقيادة الأب الدكتور يوسف طنوس المحترم. بعد نشيد الدخول تتلى صلاة وضع البخور، ومن ثم يبدأ القداس الإلهي. لنقف جميعاً حسناً للبدء بالاحتفال. Oh,
الأنبياء والرسل والصديقين وأعطى الشهداء فاغفر الخطيئين واذكر يا رب الأنبياء والأرواح الذين أمنوا الراحة الدائمة أعطه يا رب، فلتستريح نفسه بسلام. السلام لجميعكم، فلنصلي الأبان والسلام والمجد لراحة نفس أبينا المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير. أبانا الذي في السماوات، السلام عليك يا مريم، المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. ربنا يسوع عظيم أحبارنا الحق، أهلنا أن نحيي ذكرى أبائنا الأحبار وإخوتنا الكهنة الذين ساسوا رعيتك وخدموا مذابحك ووزعوا أسرارك وانتقلوا من هذه الحياة الزمنية. أشركهم في نصيب أحبارك وكهنتك الأبرار، فيرتلوا معهم المجد والشكر لك ولأبيك وروحك القدوس إلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. So
يشكوني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي دعا الكهنة وإلى الابن الذي أوكل إليهم خدمة أسراره وإلى الروح القدس الذي يقدس قرابينهم برخ بوربون رشكوني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا المساء وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. لك الحمد والشكر يا عظيم الكهنة ربنا يسوع المسيح يا من كهنوته لا يزول نذكر أمامك اليوم أباءنا الأحبار وإخوتنا الكهنة الذين أنهوا خدمتهم وانفصلوا عنا لأنه كريم في عينيك موت أبرارك فهم على أيديهم زيحوك وإلى وليمتك دعوا شعبك المؤمن وأسمع الناس كلمتك وبشارتك وأحسنوا تدبير رعيتك نسألك الآن يا ربنا على عطر هذا البخور أن تقبلهم وتصفح عما نقص في خدمتهم وكما أوليتهم كرامة في هذه الحياة ألبسهم مجد كهنوتك حلة الأبرار في حمار رسليك بطرس وبولس اللذين خدماك الخدمة الصادقة رتبهم مع أبناء النور في بيعة الأبكار ومتعهم بنعمة أسرارك المجيدة التي خدموها في رفقة الأنبياء والرسل والأحبار والكهنة القديسين برخمو ربون رشكوني فيرفعوا معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى
أشركهم في نصيبي قديسيك الأبرار. فرحوا ربوا رشقوني فنرفع إليك ما هو المجد والشكر من الآن وكل آن إلى الأبد. آمين. الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموتاوس. وبارك يا سيد. المجد للرب بولس والأنبياء والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذا الصرح وسكانه وزواره المؤمنين إلى الأبد. يا إخوتي، إذا عرضت ذلك للإخوة تكون خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذياً بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تبعته. أما الخرافات التافهة، حكايات العجائز، فأعرض عنها وروّد نفسك على التقوى، فإن الرياضة الجسدية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فهي نافعة لكل شيء، لأن لها وعد الحياة الحاضرة والآتية. صادقة هي الكلمة وجديرة بكل قبول. إن كنا نتعب ونجاهد فذلك لأننا جعلنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس أجمعين، ولا سيما المؤمنين. فأوصي بذلك وعلمه، ولا تدع أحدا يستهين بحداثة سنك، بل كن مثالا للمؤمنين بالكلام والسيرة والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على إعلان الكلمة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الموهبة التي فيك، وقد وهبت لك بالنبوءة مع وضع أيدي مجلس الكهنة عليك. اهتم بتلك الأمور
وكن مواظبا عليها ليكون تقدمك واضحا للجميع. انتبه لنفسك ولتعليمك واثبت في ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك والذين يسمعونك، والتسبيح لله دائما. لتلاميذه: إن تحبوني تحفظوا وصاياي، وأنا أسأل الآب فيعطيكم برقليتا آخر مؤيدا يكون معكم إلى الأبد، هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو فيكم. لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم. عما قليل لن يراني العالم، أما أنتم فترونني، لأني أنا حي وأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعرفون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. حقا والأمان لجميعكم. والروح القدس الإله الواحد، أمين.
أصحاب السعادة النواب الحاليين والسابقين المحترمين، حضرة الخوارنة الأسقفيين ورؤساء الأديار الجزيلي الاحترام، والكهنة والرهبان والراهبات، سعادة قائم مقام بشري المحترمة، سعادة القنصل المحترم، حضرات رؤساء اتحاد البلديات الحاليين والسابقين ورؤساء البلديات ومجالسهم المحترمين، حضرة رئيس رابطة مخاتير قضاء بشر والهيئات الاختيارية، حضرة المسؤولين الإداريين والأمنيين والعسكريين، الفعاليات البشروية والمؤمنين المشاركين من مختلف الرعايا والحركات الرسولية والأخويات، الجوقة بقيادة الأب يوسف طنوس وسائل الإعلام الموجودة معنا، كل الإخوة والأخوات الأحباء، في خضم أزمة الخوف والتردد حل الروح القدس على التلاميذ في العلية. لقد هدهم مشهد صلب الرب لدرجة أنهم لم يتمكنوا من الإيمان بسهولة أنه قام، لذلك ظهر لهم لمدة 40 يوما وقدم لهم يديه ورجليه وجنبه ليجسوها ويتأكدوا من صحة الخبر. كل ذلك لم ينتصر على الخوف الذي أدمى قلوبهم، فهم يواجهون الآن اليهود المستشرسين لقتلهم كمعلمهم وتعليقهم هم أيضاً على صليب الهوان. ومن مثل الرب يسوع يتفهم البشر، يشعر مع تلاميذه بما يعانونه من التردد والخشية، لذلك وقبل صعوده من بينهم وعدهم بأن يرسل لهم الروح القدس المعزي ليقويهم ويشددهم ويبقى معهم إلى منتهى الدهر. وفي يوم العنصرة الذي نحتفل به في هذا المساء فاض الروح على الرسل فحولهم من صيادي سمك مرعوبين إلى رسل طافوا أقطار الدنيا حاملين البشارة وأقنعوا بها الشعوب المختلفة وغيروا دين الإمبراطورية الرومانية نفسها. لذلك فكنيستنا تعتمد دوماً لا على قوتها ولا على سلطان هذا العالم، بل على الروح القدس الذي يعمل فيها بشكل غير منظور، وهو من يحافظ عليها عبر العصور وينجيها من كل الأخطار المحدقة بها. ترك لنا الرب يسوع علامة حسية لهذا الروح القدس الذي يمسح الكنيسة ويكرسها. هذه العلامة هي زيت الميرون المقدس. ولقد احتفل صاحب الغبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي هذا الصباح مع أساقفة سينودس الكنيسة المارونية المقدس برتبة تكريس الميرون الذي سوف يوزع في الأيام القادمة على كل كنائسنا المارونية في العالم أجمع. هذا الميرون أيها الإخوة الأحباء هو الختم الإلهي الذي يطبع به كل مسيحي، كما وتطبع به الكنيسة نفسه، فهو الزيت الذي يسكب على المذبح ليصير مقدساً فتقام عليه الاحتفالات والأسرار. هو زيت الميرون الذي يمسح به كل معمد ليتكرس بالروح القدس فيصير ابناً للرب، وهو أيضاً الزيت الذي تكرس بواسطته أيدي الكهنة فيصير خداماً للكنيسة ولأسرارها. وبالميرون أيضاً يكرس الأساقفة والبطاركة كرعاة لشعب الله وللكنيسة ليعلموها ويدبروها ويقدسوها. هذا الميرون هو سلاحنا الأقوى، فهو عربون اتكالنا الدائم على مخلصنا الذي لا يتركنا، وهو أي الرب يسوع من يعصم الكنيسة
وهو من يدافع عنها ويثبت أبوابها إلى منتهى الدهور. قد يظهر هذا الكلام مجرد كلام شعري أيها الأحباء، ضرب من الخيال، ولكن الرب القدير منحنا في هذه الأيام علامة حسية على ما أقول وعلى ما وعدنا به الرب يسوع. هذه العلامة هي المثلث الرحمة، أبينا البطريرك نصر الله الذي قاد سفينة الكنيسة المارونية وسفينة لبنان في أحلك الظروف. يومها فقد الجميع إيمانهم بهذا البلد وبإمكانية استمراره، ترقب الجميع لحظة سقوط بكركي وانهيار عقدها على رؤوس من فيها، ولكن يومها بقي البطريرك الممسوح بميرون القداسة واقفاً متكئاً على عصات مرمرون الناسك، متزنراً بتاريخ الكنيسة المارونية المر المشبول بالتضحيات وبدماء الشهداء وصلوات النساك ودعاء الأمهات وعرق الأباء يفتون الصخور ليستخرجوا من جلموده رغيف خبز يقيتون به أبناءهم. وقفتك سيد البطريرك لم يصدقها أحد، راهن العالم أجمع أنها لن تدوم، ولكنك أنت راهنت على ميرون سلفك يوحنا مارون الموضوع على جبينك، فأبقيت جبينك مرفوعاً وبه عدت لترفع جبين الكنيسة المارونية، لا بل جبين كل لبنان. لن أعدد إنجازاتك، فالحاضرون يعلمونها أكثر مني، ولقد ضجت بها وسائل الإعلام منذ لحظة رحيلك. كم كانت مهيبة تلك اللحظة سيدي، كنا ننتظرها، نعرف أنها لابد آتية. ألغى البطريرك الراعي رحلته ففهمنا المقصود، ولكن لحظة فارقت الدنيا زلزلت الأرض تحت أقدامنا، سادنا صمت عميق لا أعرف ما هو. لم يكن حزناً فأنت أقوى من الموت، لم يكن خوفاً لأنك علمتنا أن ختم الميرون لا يمحى. وقف لبنان والعالم ينظر إلى الأعالي باحثاً عن طيف مارد شق السماء كنبي جبران عائداً إلى موطنه الأساسي. بهدوء رحلت، ولكنك برحيلك لم تدع أحداً منا يهدأ. تحرك لبنان الذي أحببته وخدمته وحافظت عليه، تحرك لبنان سيدي قادماً يرنو لوداع راعيه الأمين. لقد أوفوك شيئاً من حقك عليهم، ولقد علمتنا برحيلك أكثر مما علمتنا في حياتك. لقد وقفنا حولك جميعاً، المسلم قبل المسيحي والدرزي قبل الماروني، كنا جميعاً نتدافع، فعرفنا لحظتها أننا لن نستمر في أرضنا إلا إذا كنا الكتف على الكتف واليد باليد والعيون تنظر إلى بعضها ولا تنظر إلى ما يأتيها من الخارج. رحيلك كان وداعاً لأرزة من لبنان، ولكنه كان في الوقت نفسه عرساً للوطن. أن نكرمك اليوم أهو واجب أم هو ضرورة لنا؟ بتكريمنا لك نتعلم منك أولاً أن نؤمن بهذا الوطن كما فعلت، لأن لبنان أرض مقدسة لابد كلما كبت أن تقوم مجدداً قطائر الفينيق يخرج منتصراً من رماده. نتعلم منك يا سيد الصرح أن الكنيسة المارونية هي صخرة وضعت ليثبت عليها لبنان بكل أبنائه، لا بل صخرة لثبات المنطقة كلها والشرق الأوسط. نتعلم منك أن التزامنا الديني مهما كان هو نعمة لجميع الناس، لأن الله أرسلنا لخدمة إخوتنا ومساعدتهم.
نتعلم منك الصبر والهدوء، فهما علامة الإيمان بالله، وهما السبيل القويم للتلاقي بعضنا ببعض. وأن نكرمك في جبة بشري وفي كرسي الديمان، فهو عربون وفاء من أرض أحببتها وخصصتها بالكثير من عنايتك. كيف ينسى صرح الديمان صيفيات أمضيتها في أروقته؟ كيف تنسى دروب الجبة ودروب قنبين خبطت عصاك الرتيبة كل صباح كأنها ساعة دهرية تدق هنيهات الزمن؟ ومن قداسة واديها استنشقت كل صباح عطر الإباء والإيمان، ومن شير الصخر فيه انطبعت بالصمود، ومن أجوائه تحليت بهدوء حير العالم. هل تنسى قران راعيها الأمين مذ كنت النائب البطريركي عليها؟ كيف زرتها واحدة فواحدة وتفقدت أحوالها وصليت في فيء أشجارها وعلى المفارق؟ كل حبة تراب لها مع سيدنا صفير ذكريات وذكريات. ولكننا لن نحزن، لأن ذكراك لا يمكن أن تمحى ولا أن تضعف، فأنت سليل البطاركة العظام الذين طبعوا التاريخ، لا بل هم من كتبوه، وأنت كنت فيه الفصل الأصعب والأصلب، فأخرجت البلاد من عنق زجاجة كادت أن تخنق أنفاسه. نعدك سيدي أننا جميعاً على مثالك سائرون بإيماننا بلبنان أرض القداسة وبلد الرسالة. نجتمع اليوم أيضاً حولك لنؤكد لك أن ما زرعته فينا باق، وأننا لن نألو جهداً لإكمال المسيرة. نم قرير العين، فشعبك الذي يحبك مجتمع حول ذكراك الطيبة، ولكن صلِّ لنا من عليائك إذ تحصننا صلاتك من غدر الأيام ومن عادية الزمان. أمين. نؤمن بإله واحد. الوط مبحيض له والوط له دم حادط اليوت ونبصغ الطيب وطوف يهو للبيت وسجود بايت Oh.
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل أبناؤك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل طيوم الزائل أبلهم الحياة والملكوت. آمين. بذكر ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصين، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا رضا الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومارمرون. اذكر اللهم أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدموا عنه هذه الذبيحة المثلث الرحمة بين مارس والله بطرس. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأب. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم أيها الكهنة الأجلاء، السلام لكم يا خدمة الروح القدوس. الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. برحمه ربو رشكوني الآن
الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. رب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق واجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفنا وقائلين. ساگی رحمه موریو نیتول دب رحمت نوشوتان شدرت برو دیلوخ العلمو من بتلتو مریم اد بسار اخد الفرقان و دیلان و بیومو هاو دقدم حاشو دیل معمد حایی زر اللحمو بیتاو قدیشو تو تلميذا
تحلف سامية متشهد ومتيه حصائد حوبة والحي ده العالم علمي وبهذا أوصاهم وحدهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ بل ترحف بنا وارحمنا واشح بوجهك عن خطايانا واعطنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول نحن أيضا يا رب وأبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان يجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزج هذه الكأس دم المسيح إلهنا فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطية وللحياة الأبدية اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا
وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي، ومار جوزيف مطراننا، وعدد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة، ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة كلهم سترا وملجأ، لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كله، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. خمس وعشرون سنة على السدة البطريركية، راعياً لخراف المسيح، ناذراً سنيه لشؤونهم وشجونهم، فكان مثالاً في الخدمة والمسؤولية. نصلي من أجل من أعطي له مجد لبنان، المثلث الرحمة أبينا البطريرك مار نصر الله بطرس. متعه يا رب برؤية وجهك البهي، واحصي بين جموع قديسيك، نسألك يا رب. واذكر يا رب البتولة القديسة والدة الله مريم سيدة قنوبين، ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ومار مارون ومار يوحنا مارون والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم، نسألك يا رب. اذكر يا رب الآباء الأطهار والملافنة الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله، وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك، نسألك يا رب. اجعل يا رب ذكراً صالحاً لأبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء باسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد. Thank you.
نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولك الحي القدوس ورخو رابون ريشكوهن لنا وكل وان وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأباء. نعمة الثالوث الأقدس الأزل متساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأباء. تنظيم المناولة بيكون في 4 كهنة من قدام، 2 على الوسط و2 على الأطراف، كما وبيكون 3 كهنة من وراء، 2 على الأطراف و1 على الوسط للمناولة بخشوع. لنتقدم بإيمان. هذا هو حمل الله لحمل خطايا العالم يا سيدي المسيح. لست مستحقا أن تقتل وسافة بيتي، لكن كن كلمة واحدة فتبر نفسي زلية رب جسد ودم سيدي يسوع المسيح، يعطيني لك كلمة في خطاياك والحياة في الدنيا. Thank you.
يعطيني لك بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. يرحمنا يا رب.
في ختام هذا الاحتفال المقدس وباسم صاحب السيادة وكهنة نيابة الجبة البطريركية نشكر مشاركة الرهبان والراهبات وأصحاب السعادة النواب الحاليين والسابقين وسعادة القنصل وسعادة القائم مقام ورؤساء اتحاد البلديات الحاليين والسابقين ورئيس رابطة المخاتير والهيئات البلدية والاختيارية وحضرات المسؤولين الإداريين والأمنيين والعسكريين والفعاليات البشراوية والمؤمنين المشاركين من مختلف رعايا نيابة الجبة البطريركية ونشكر أيضاً جوقة قديشة بقيادة الأب الدكتور يوسف طنوس المحترم ووسائل الإعلام المرئية MTV وTV Charity والمكتوبة والمسموعة. أما الآن وبعد البركة الختامية يتوجه صاحب السيادة مع الكهنة من الباب الخلفي نحو صالون الصرح الكبير بينما يخرج المؤمنون جميعاً من الباب الرئيسي باتجاه الصالون لتقديم التعازي. ونتمنى من المؤمنين إفساح المجال أولاً أمام الرسميين لحتى يوصلوا للصالون.